يعني المشكله ان انا دلوقتي افكر في ايه، يعني انا كمسؤول، مسؤول رياضي يعني في مكان رياضي، افكر ازاي يعني اجيب لعيبه ما اجيبش لعيبه، استنى لما اشوف الدنيا هيبقى فيها ايه، ما استناش، اعمل ايه؟ ما هو خلي بال حضرتك، هي برضو المفروض الموضوع يتم ميزانه بميزان ذهب زي ما بيقول بالظبط كده. لانه في النهايه انا كمسؤول دلوقتي انا هعمل ايه، مسؤول في الرياضه المصريه، يعني هعمل ايه، افكر في الموضوع ازاي. احنا دلوقتي ما بنشتغلش وحدنا، احنا بنشتغل تحت مظله الاتحاد الافريقي، بنشتغل تحت مظله الاتحاد الدولي. مظبوط. ما نقدرش ناخد قرارات فرديه، القرارات دي لازم تبقى جماعيه. بس انا عندي مقترحات. المقترحات بقى يبقى زي تونس كده يا كابتن، زي تونس. ما تونس يعني عدد 5 قرارات للنشاط، لرجوع النشاط. في قرارات لازم تتاخد دلوقتي، يعني النوادي ابتدت تدي برامج للعيبه بتاعتها انها تعملها في البيت. ممكن يعملوا مثلا اجزاء من اللعيبه، مجموعات من اللعيبه تيجي لوحدها، يعني مثلا 6 7 لعيبه لوحدهم بيتمرنوا. أيوة. بعدين 6 7 لعيبه لوحدهم، وزي ما قال الكابتن عادل بيتكشف عليهم وهم داخلين وبيتكشف عليهم وهم خارجين، طبعا الحاجات البدائيه، بحيث ايه يبقوا محتفظين ما بعد ان انت تقدر تسيطر على محتفظين بجزء كبير من لياقتهم البدنيه، بحيث لما يبقى في بعد كده تدريب جماعي. معلش يا كابتن، انا مش مقتنع بموضوع محتفظين بجزء كبير من لياقتهم البدنيه ده خالص. ما هي لازم يبقى يعني ما ابتديش من الصفر، يعني لما يجي الاتحاد الكوره يقول لي. لا بس مش جزء كبير، يعني انا اقصد جزء يعني لا بالعكس، حد ادنى من حد ادنى الادنى يعني. لما يجي بقى اتحاد الكوره لازم يبقى ايه، بناء على تصريحات الوزراء وتخفيف الحظ وتخفيف لو تم يعني. حدث، يبقى اتحاد الكوره لازم يدي النوادي على الاقل مثلا شهر او 3 اسابيع او 4 اسابيع على الاقل، بحيث يبقى في داد بدني بطريقه معينه، بحيث يبقى نقدر نستكمل الدوري. انما ما اقدرش الغي الدوري، كلها التزامات الرعاه، الموارد بتاعت الانديه مش موجوده، التلفزيون ما بيدفعش، النوادي ابتدت تخفض العقود بتاعت اللعيبه، بيوت كتير بتتقفل، الموارد كلها بتاعت النوادي بتتقفل، النوادي بتاعت الدرجه الثانيه كمان الاولى والثانيه والثالثه ابتدوا يقدموا اقتراحات انهم عايزين الاول والثاني يطلعوا وتبقى الدوري السنه الجايه 24 نادي. ما ينفعش، احنا لازم السنه الجايه ندي فترات للمنتخب الاولمبي، وندي فترات للمنتخب مصر عشان يستعد للبطولات بتاعته. وبالتالي انا بقول الدوري ما وقفش، ما فيش الغاء للدوري، لان هيترتب عليها مشاكل كتير جدا جدا جدا، سواء بالنسبه لله يبقى النوادي اللي عايزين يبقى في الاوائل، الهبوط والصعود من الدرجه الثانيه للدرجه الاولى هتفتح لك باب مشاكل كتير. فاحنا ندي شهر للعيبه بعد ما الاجراءات تخف شويه، وبعدين بعد كده نستكمل الدوري. وبعدين بقالنا 3 4 سنين يا ابو كباتن مفيش راحات بين الدوري ده والدوري ده، مفيش راحات، خليهم سنة 5 ونستكمل الدوري، نستكمل الدوري، والسنه الجايه يبقى في اقتراحات زي ما انت قلت. انت عندنا اقتراحات بالنسبه للسنه الجايه في السؤال الثاني. عندي اقتراحات للسنه الجايه، انما مفيش الغاء للدوري السنه دي، لان هيترتب عليه مشاكل كتير جدا، واللجنه الخماسيه هتبقى زي ما انت قلت هيبقى في عز بيس، يعملوا ايه ويسووا ايه وهيدخلوا نفسهم في مشاكل. فلا طيب. إلغاء للدوري.